الحياة على بساطتها، لكنه كان الالتزام سواء الديني أو الاجتماعي أعلى مما اليوم. والسبب أنه أصبح منافسين هواي مصادر للمعلومة ومصادر للتثقيف ومصادر يعني شارك الإنسان بحياته. يعني قبل كنا محصورين، يعني حتى إعلان الوفاة أيضا الناس تعرف من خلال الجامع المؤذن يعني ينطي خبر لوفاة فلان. المدرسة المصدر الآخر والمهم في حياة الناس، المدرسة وأهمية المعلم في ذاك الوقت اللي كان يعني مصدر إشعاع بالنسبة للأطفال وبالنسبة للعائلة واحترامه بالمنطقة. المسألة الأخرى في رمضان هي كثرة الولائم، يعني أن تعزم أحد أن يتفطر عندك، فهاي أعتقد كانت اللي تقرب الناس بعضها من بعض وتنهي خلافات كثيرة أيضا، لأن المواجهة والحوار ينهي أي خلاف. فكانت هاي الأمور هي تحدث في أي زمن في أي وقت من أوقات السنة، لكن في رمضان تكون مكثفة. تعرف أنت يعني حتى الما ملتزم دينيا، حتى اللي هذا في رمضان، يعني احنا سنعرفه حتى اليوم هواي ناس هو ما ملتزم لكنه يصوم رمضان. فالصيام يحكم، الصيام يعني يفرض عليه التزامات محددة و علاقات محددة أيضا، يكف لسانه، يكف تصرفات الخطأ، بالإضافة إلى أنه التعب الصيام أيضا يخلي الإنسان يعني شلون يحد من تصرفاته يعني بصورة عامة. فأنت لما يكون عندك حالتك الاجتماعية أكثر بها رقي، فأنت تنوع مأكولاتك أو تنوع بال يعني تطبخ الطبخات اللي تتمناها أو اللي تتناسب مع رمضان. لكن في ذاك الوقت أعتقد الناس البسطاء أكلات محددة وتعرف ما يناسب الصيام. يعني أنت يوم كامل صايم ما يصير تفطر يعني مثلا بموضوع دسم أو غيره، فأكلات محددة. يعني كانت مثلا الشوربة ضرورية، التشريب ضروري يعني بصورة عامة يعني للفطور، ومرات يسوون مثلا الدولمة أو غيرها في أيام محددة. يعني لا يشبه رمضان الأمس رمضان اليوم، يعني سابقا أجمل. أجمل هو مو بكاء على أيام الخوالي أو غيرها، لا، يعني فقد البساطة. يعني إحنا خنكون واقعيين، يعني اليوم أكثر الناس الميسرة أمورهم أو غيره من يسوي عزيمة أو يطبخ يريد يوزع ثواب. فالظاهرة عجيبة غريبة، يعني يودي على أصدقاء اللي مثلهم يوصل لهم الأكل ما محتاجين، في حين كان سابقا لا. يعني موضوع تبادل الأكلات بين العوائل، يعني اليوم أنا مسوي مادة محددة أوديها إليك، غير يوم هم يملون الماعون اللي وديت به يرجعوا لك به أكل آخر. بالإضافة إلى أنه موضوع الفقير الناس دائما تتذكره، يعني تودي للفقير فطور، مرة أرملة مثلا غيرها مقطوعة، هاي دائما يتذكروها في رمضان. يعني وأنا أتذكر فشيء يعني من ذاك الوقت، احنا عندنا بستان يعني كبير وبي نخل وبي فواكه وبي، كانت اكو ظاهرة عندنا مثلا يقولون هاي النخلة مشدودة لفلانة، يعني مشدودة يعني هاي مخصصة إلها.
رمضان مبارك، شهر جميل على الشعب العراقي وعلى كل الناس بكل مكان. من عادات وتقاليد العراقيين وبالذات أهل البصرة في شهر رمضان المبارك، قبل شهر رمضان ليلة هل الهلال، ليلة ما قبل رمضان، تجد الناس يعني منشغلين، ناس يعني يتفرجون أو يحاولون العثور على الهلال. القسم يصعد على أماكن مرتفعة، القسم يقف في زاوية معينة. يعني هذه فرحة عسى ولعل أن ينادي أحدهم هذا هو الهلال، وغالبا ما تكون النتائج في الليلة الأولى سلبية، لم يعثروا على الهلال. وللمفاجأة ومن ذكرياتي أن أحد المسنين جدا والله يرحمه، أحب أذكر اسمه، أبو ريسان، ريسان العسل الذي كان ضابط بالبحرية، في يوم من الأيام في منطقة الأصمعي وهو كبير سن جدا، فمن دون الناس الواقفين الشباب والكبار والأعمار المختلفة، هذا الرجل المسن قال بصوت جهوري وجميل: ذاك الهلال، ذاك وشوفوه. فكانت فرحهم لا توصف. يعني هاي من ذكرياتي بطفولتي، أنا شفتها يعني من مطلع الستينات السبعينات، وكان في شيء جميل أعتبر بحياتي حقيقة. رمضان يمتاز بأكلات مشهورة في البصرة وفي كل مكان، بأكلات رئيسية مثلا التشريب بهذا بالمائدة الرمضانية، يجب أن يكون التشريب جاهز يوميا والشوربة جاهزة يوميا، وإضافة إلى الدولمة البصراوية. بعض البيوت تعمل الدولمة الحلوة والبعض يعملها الدولمة الحامضة، والمهم هي الدولمة البصراوية موجودة وشاخصة دائما في مائدة رمضان. من ضمن المواد هناك مواد محليات، يعني المحلبي والكاستر والحلاوة الطحين والتمر، هذه يعني دائما متوفرة في مائدة رمضان. وغالبا بعض العوائل أو بعض الأشخاص يعني من عاداته وتقاليده أن يفطر بالتمر واللبن، وهذه لا تزال إلى هذا اليوم. مستاحش الشط العرب وبلامة للخور شوقي وصفية البلامة، للدلة بحضان بحضان الجمهور لما تهلي يا هلي وقت العصر، يا محلى ليلج بصرتي خيعون كل من نامة. لا والله لا 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 والله. قسمون هذا الشهر المبارك إلى أيام، أيام مثل خاصة العشرة الأولى والعشرة الثانية والعشرة الثالثة من هذا الشهر، يقولون بأن العشرة الأولى يعني تؤلم العظام، العشرة الثانية وهكذا الثالثة. ولكن هناك أيام جميلة في شهر رمضان مميزة، وهي بالذات يوم 15 من شهر رمضان عندما ينتصف الشهر المبارك، يسمى ليلة القرقيعان. هذه الليلة لها طقوس، لها قدسية، لها فرح يفرح الجميع. من يفرح؟ اولا الصغار بهذا هذه اللحظات، هذه الليله المباركه، يعملون اواني صغيره او مطارق تشكل ايقاعات، ومن خلال هذه الايقاعات جوله على البيوت باغنيه شائعه: قرقيعان وقرقيعان كل سنه وكل عام تنطونا وننطيكم. هذه الاغنيه الجميله مع الزغاريد، يقوم الاهالي باعطاء كميه من الحلويات الشاميه، الامور البسيطه يفرح بها الاطفال، فبالنتيجه يكون في الليله جمعوا كميه اكثر من كيلو كيلوين لكل طفل، وهذه فرحه كبيره. هذه عند الصغار. عند الكبار يعتبر ليله الخامس عشر من رمضان ليله مقدسه، شهر رمضان كلهم مقدس، ولكن هذه الليله لها قدسيه اخرى عند الكبار، في يعني الصلوات والنوافل الليليه والكثير من الطقوس التي يعملها الكبار على ذلك. وطوها الشاي بقوة، تلوها كتل القرطة وطوها الشاي بقوة. لا 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 لو 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 لا 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 لو 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 Thank you.
أنا صار لي بهاي المهنة تقريبا بال98 نهايتها، يعني بعد ما طلعت من الجيش العراقي. فبالنسبة للأحجار الكريمة، أحجار عدة أنواع، أكو أحجار كريمة وأكو أحجار نصف كريمة، أكو أحجار أشار إليها القرآن، وأكو أحجار أشارت إليهم أهل البيت عليهم السلام بالتقلد فيها. أما بقية الأحجار وتوزعها وموقعها الجغرافي منتشر على كل بقاع الأرض. يعني مثلا عندك العراق يمتاز بحجر در النجف يكون مميز، يعني عندك بالنسبة لإيران يمتاز بالأحجار الفيروزج اللي من ضمنها نيشابور وكرمان ومنطقة دامغان. عندك منطقة اليمن هي منطقة يسمونها منطقة أنس، تحوي 4 جبال اللي من عند هذا العقيق اليماني اللي جاي يخرج الألوان والجزع والأشكال مالته المختلفة. هسه عندك انت عندك الصين، الصين جاي تخرج من عندها هم ضمن العقيق الصيني، وعندك جاي يطلع زمر الصيني هم موجود يسمونه فورتورين، وعندك امريكا جاي يطلع بيها الفيروزج الامريكي وبعض الاحجار، اندونيسيا جاي يطلع من عندها الاحجار الكريمه مثل الياقوت، عندك قسم من الماس او الزيرقون يسمونه، عندك افغانستان تمتاز بالحجر يسمونه حجر اللاجورد الافغاني، واكو نوع ثاني حجر يسمونه بازهر، حجر البازهر، ومن ضمن منطقة بين أفغانستان وبين إيران منطقة عباس أباد يخرج هم من عدة حجر مميز طبعا يكون علاجي، حجر العباس أباد. أما عندك أفريقيا، أفريقيا تخرج من عدها الواقيت ويخرج من عدها الماس، والواقيت بأنواع طبعا. الهند وهكذا هم يخرج من عدها العقائق، السليمان الهندي وعندك العقيق الهندي ويخرج عندك الياقوت الهندي، واكو احجار ما شاء الله يعني، وبخصوص عندك البلور المميز بالهند يعني. فالله البارئ عز وجل وزع هاي الاحجار الكريمه ما تختص ببلد معينه، حتى شنو الخير خير يعم على كل بقاع الارض. يعني الناس اللي تجي هنا تشتغل بالأحجار الكريمة نوعين، أكو من هاوي ورغاب وما يعرف شنو قيمته بدون علم طبعا، هم موجودين هنا بالوقف عندنا، أكو يجي رغاب عن علم يعني جاي عن خبرة حجر مميز يريده. هذا الأحجار يصير كلش غالي يعني، ويكون نوادر من النوادر يعني، هو اللي يجي يطلبه هنا إذا جاي على محل معناه جاي على حجر كريم. اما عندك هناك الجماعه لا، احجار الاندونيسي الهندي رخيص كلش رخيص يعني، يوصل الحجر بين 2000 دينار او 5000، وقسم من عنده يطلع مصور يجوز ب 50000 او 25. اما عندنا احنا بالنسبه للحجر المميز اللي جاي نشتغل بيها هسه حاليا از الشيء يكون اثار تجيبه من الملاقط، يعني يسمونه الملاقط بالمصطلح العراقي يعني العام، هاي مناطق اثريه موجوده بالعراق وتعرف العراق كله ما شاء الله يعني، من سومار لحد شو اسمه الذروة الإسلامية والفتوحات اللي صارت موجودة، كل الآثار موجودة جاي تطلع هسه حاليا أو جاي تطلع كنوز يعني حقيقة، بس إحنا ما مأذون له نشتري، من تجينا الحجرة نشتريها. بسبب الحرارة الشديدة الموجودة هنا خاصة البصرة طبعا وضعها كلش مأساوي، فنظام الناس اللي بالصيام شهر رمضان
تظل سهران لحد ما خيط الفجر يطلع، من عندها تنام يقعد قريب العصر، من يصير من بعد الإفطار فشوف يصير عندنا نوع من الزيارات، مثلا زيارة مريض، قسم من عندهم يروحون إلى مكانات ترفيهية مثل كوفي أو مكانات يعني للعبة المحابس، وقسم من عندهم لا ينقسمون يروحون للجوامع يسمعون محاضرات. تعرف أنت محاضرات بشهر رمضان موجودة كل ورق الفطور يعني تقريبا بساعة صير أي. فشوف قبال الناس خاصة من بعد الإفطار شوف زخم مو طبيعي خاصة بالبصرة، وهاي اللي تشتري الحلويات والشراب. تعرف أنت الإنسان الصايم يعتبر محروم بالنهار، فإحنا أزيد الأكلات اللي منتشرة عندنا بشهر رمضان يعني دائما الدولمة، أكلة الدولمة، الروبيان اللي مطبق يعني على التمن، البرياني يعني اللي تختص الناس يعني تتفنن به النساء يعني. أما إحنا قياسا يعني عادة أحكي من فتح قياسا يعني إحنا نظامنا يعني أهل منطقتي يعني بالخصوص أو أنا أحكي عن نفسي، لا صح صح الله أكبر يصير عندنا ميول وين للشراب والسوائل، بس وراها النوبة ساعة يلا تنفتح نفسك. فما صيم بالبيت مثلا تمر كذا شغلات خفيفة شوربة، خب هاي الشوربة طبعا والكاستر هاي من الثوابت الموجودة يعني بالمائدة العراق البصراوية.